اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا برنامج بيت العيله. زي ما عودناكم كل اسبوع في عندنا فقره السؤال الصريح. سؤالنا لليوم: لو كان الطلاق بيد المراه، هل نسبه الطلاق راح ترتفع ولا تنخفض؟ خلوكم معنا لنشوف اراء الناس في هذا الموضوع. مساء الخير. خليني بس اخلص الصوره. مساء الخير، كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. لو الطلاق بيد المراه ترتفع نسبته ولا بتنخفض؟ هو بما ان عاطفه المراه كثير يعني، فبظن ترتفع اكيد. ايه بظن. شكرا لك، الله يعطيك العافيه. سؤال صريح جدا: لو كان الطلاق بيد المراه، نسبة الطلاق بتزيد ولا بتنخفض؟ شو رأيك بالموضوع؟ لا بتنخفض. بتنخفض؟ معقول؟ ليش؟ بتنخفض لأنه المرأة ما بت يعني مش بسهولة بتتخلى يعني. حسب رأيي. أنا برأيي بتزيد، لأنه النساء عصبيات وبسرعة بيحكوا خلص بدي أترك، فرح تزيد يعني. بسرعة بدي أترك على السريع؟ بسرعة، لأنهم بيعصبوا أكثر، بنفعلوا أسرع هيك. وانا كمان رايي بيزيد، لانها المراه انفعاليه وتفكيرها لما تكون لما تعصب بتاخذ قرارات متسرعه، فبرايي انها بتزيد. شكرا لكم. لو الطلاق بيد المراه نسبته بترتفع ولا بتنخفض؟ شو رايك بالموضوع؟ ترتفع. ليش؟ لانه البنات بدهم كل شيء على كيفهم، فاذا ما بيعجبهم تصير بدها تطلق. ما بزبط معاهم انه شيء يعني، حتى لو على كيفها ممكن برضه تطلق عادي، ما في مشكله. لا بترتفع. ليش؟ مش عاجبها شيء. والله انك صادق، شكلك انت عانيت من وراء السلام. الحمد لله لسه عزاء. الحمد لله. اوه ممتاز ما شاء الله عليك، خليك بحلفنا بفريق. الحمد لله. اكيد ترتفع نسبته. ليش؟ لان المرأة عقلها صغير وما تفكر شوية، تاخذ نفس طويل وتفكر. شو مثل الرجال؟ الرجال لا، مثل هسه انا متزوج 2 نسوان عمرنا 55 سنة، لحد الان راسين غراميات ما شاء الله عليك. والله عد طولة بال، ويقول لي ليش انت بالك طويل كثير؟ فانا من النوع اللي يطول بالي، فالمره لا بين جربها. انا النسوان عندي عصبيات جدا، فانا مطول بالي شوي. والله اكيد راح ترتفع. ليه؟ نعم. لا يعطون كل الحكم مع المراه، اكيد اعطوا الحكم كامل للمراه بالطلاق. مصيبه معناها خلص راحت علينا. بالعافية بالخير. كيف امورك؟ لو الطلاق بايد المراه ترتفع نسبته ولا بتقل؟ ترتفع اكيد. ليش؟ مش عارف ليش. انت قاعد جاوب تطلع على زوجتك. فلا احكي براحتك. لا بس اكيد راح ترتفع. ليش حسب رايك؟ مش صاحبات قرار بشيء هذا. هيك يعني زي ما بتحكي انهم دائما بترددوا او بتسرعوا بالقرارات. بتسرعوا كثير. مزبوط. فاذا كانت بايدك كل عام وانت بخير. لا ما هو ربنا حكيم. والله ونعم بالله. اشكرك يا سيدي، كل احترام. ليش؟ شو رايك انت؟ لا ما بترتفع. والله احنا حنين ومناح. والله انتو الجنس الناعم حنونات ومناح، بس يعني انا حسب رايي بترتفع. بس انا بدي اعرف شو رايك انت. ليش يعني؟ شوف بزعلوا كثير هم مسكينات يعني، احنا والله بنزعلهم برضه، فهم يعني خلينا نحكي انه مشاعرهم جياشه اكثر منا بكثير، وعاطفيات اكثر منهم عقلانيات، صح ولا لا؟ فممكن تجرهم العاطفه. بما انه ربنا شرع انه الطلاق بيد الزلمه، معناته هذا هو الصح بس فقط. هذا لا يكون عقول تامر حسني، انت قلبك قاسي قوي قوي. 100% ترتفع. ليش؟ مؤكد. المراه للاسف عاطفيه اكثر من الرجل. الرجل بيتحكم باعصابه بتوجهاته، الست لا للاسف عاطفيه كثير، بتستعمل قلبها اكثر من عقلها. شو رايك بالموضوع؟ لو الطلاق بيد المراه صحيح، المراه معروف انها يعني ربنا له حكمه لما شرع الطلاق وحط العصمه بايد الرجل، له حكمه لانه المراه بتتصرف بعاطفه
وممكن من اول سهله تقول له روح انت طالق لك. لا ترتفع، لان بنت عاطفيه، شو ما تعصب تحكي طلقني طلقني. ترى معظم الاجابات قالوا انه عاطفيه، بس هل العاطفه مرتبطه انه لانها عاطفيه لازم تكون مزاجيه وخلاص وبديش لا لا لا، هي بنت هيك ربنا العالمين خلق عاطفيه عاطفيه، عشان هيك ربنا دائما يخلي العصمه بيد الذكر مش بيد الانثى. وهذا الصبايا، مرحبا كيف حالكم؟ ستوب ستوب ستوب، وين رايحات؟ كيف حالكم؟ عفوا يا ست بعطيك ترمس، كيف حالك؟ هسه نسبه الطلاق اسف لو انه بايد المراه ترتفع نسبته بالمجتمع ولا بتنخفض؟ شو رايك بالموضوع؟ لا مش عارفه. ليش؟ انت شو بتتوقعي؟ مش عارفه، ما بعرف. يعني صراحة انت هيك جاوبت صح. تتخيل انت لو انه الطلاق بيدك ومتجوزة، لا ممكن ترتفع اكثر، لانه البنت بتاخذ القرار بالعاطفة يعني مش زي الرجل. فعلى كل مشكلة رح كله طلقة يعني تتطلقه. لا بترتفع، لانه انبلا. ناخذ رايك ورايك، احكي لنا ليش بترتفع. هلا بترتفع لانه الزلام هيك كلهم الكل بتطلع. شوفي قول مرحبا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ وقفوا خلينا نعرف نحكي معكم شوي. ليش ما بدنا؟ ويلكم. ما بدهم ارتفع نسبته طبعا. ليش؟ شو رايك بالموضوع؟ لان ربنا حكى ان العصمه بايد الرجل مش بايد المراه. صحيح، فهو بكون عنده صبر في اي امر غير الطلاق اكثر من اي واحد ست. عشان هيك ما شاء الله عليك. خالتي لو السؤال اوجه لك اياه، انه نسبه الطلاق بترتفع ولا بتنخفض لو كانت بايد المراه؟ طبعا بترتفع. الست يعني ما عندهاش يعني حكمة زي الرجل، هيك بسرعة متسرعة، يمكن بترجع بتندم. ارتفع طبعا، لأنهم هم يعني احنا كل أي مشكلة يلا مع السلامة.